السلام عليكم متتبعين قناة مصطفى فلوك، كنشكركم دائما الدعم ديالكم وكنتمنىكم تزيدوا تدعمونا باللايك وتبارطاجيو، واللي شاف اول مرة القناة يشارك معنا وشكرا. انا نورمالمون في هذا الفيديو هذا غادي نتوجه شريحة من ساكنة مدينة طنجة وفاس اللي خرجوا يذكروا الله. انا حاجه وحده اللي غادي نوضح لكم بان هاد النسبه ديال الوفيات المرتفعه في اوروبا السبب ديالها هما التصرفات الغير مسؤوله واللي ما كتبشرش بالخير، اللي هي الناس كانت كتخرج. اذا اوروبا الدوله ديال الحقوق، الدوله ديال الطب اللي بامتياز، سجلنا عده خروقات وما بداو كيشافيو الناس بحال بالقرعه، بحال اللي كتشوفو مثلا اللي هو سهل يتشافى كيشافيوه، اللي هو معذب كيخليوه يموت. هاد الناس هادو عندهم مختص، عندهم طب عالي وعطاوه أهمية بزاف وكيخسروا عليه فلوس صحيحة. وصلوا لهاد الحلول لأنهم ما ساعدتهمش السكينة. هذا راهما في حرب، راه حالة حرب. العسكر في إسبانيا، إسبانيا كيموتوا فيها البارح 800 واحد في 24 ساعة. ايطاليا العجب، وغاديه المانيا وغاديه البرتغال وغاديه روسيا وغاديه دول اخرى ما عارفينهاش. عافاكم خوتنا المغاربه، الحمد لله المغرب خد قرارات صعيبه وكنتفهموه. سد الحدود من حقه باش يحميكم، سد الحدود. وهذا واحد مغربي اللي تسدت عليه الحدود، انا تسدت عليا الحدود، ما قدرتش ندخل للمغرب. والحرقه كنشوفوا هاد الناس هادو كيفاش كيموتوا في اوروبا، يعني كتعرف الا تصابيتي راك ما غداواش. حل واحد عندك هو تحمي راسك، حل واحد عندك هو تحمي راسك. عندك هذا جيل صابون، كل ساعة ما كان كل ساعة كنحاولوا نديروا هذا الخيط الصابون هو الحل ديالنا. عندك جافيل، عندك الماكلة الزوينة، الماكلة الزوينة يعني اللي فيها الثوم، فيها البصلة، فيها باش الليمون باش تنقي لك الدات ديالك وتقوي لك المناعة ديالك. هذا هو الحل اللي عندك، ما عندكش شي حل آخر. هنا الناس كتموت، هنا اللي حصل مشى، هنا اللي شد الربحة راه سالاتو على النبي. حنا ولادنا في المغرب وخوتنا وعائلتنا في المغرب، وما كرهناش نكونو تما في المغرب، نشوفو نشدو غا شي جبل شي تحت شي شجرة شي تحت ونعيشو نستراحو ندوزو هاد 15 يوم ولا ندوزو شحال ما طلبو منا. نساهمو نساهمو الانضباط ديالنا في الوقاية بالعلاج من هذا المرض. دابا راه سيلا وقيتي راسك، راك ساهمتي في العلاج ديال بزاف ديال الناس، وساهمتي في العلاج ديالك انت بالوقاية ديالك. عافاكم، هاد التصرفات هادو راه غير مرغوبة، راه غير مسؤولة. تحياتي لأي مغربي غيور على بلادو. ما علينا، هذا في حد ذاته راه إجرام، عمل إجرامي، هذا في حد ذاته عصيان مدني. كتخرج وكتكون راك تقدر تشد مولطة ديال 3500 درهم، هذه خيانة للناس اللي كيبغيوك. خاصك تعرفها بأن راه خيانة للناس اللي كيبغيوك، والناس اللي كيضلوا تحت في الضل ديالك، ولادك خوتك. هذا راه جهل، هذا الجهل
بهذا المشكل وهذا الوباء. كيقول لك بغيتي تبرأ من هذا الوباء، حاجة واحدة خصك، الصابون، ثم الصابون، ثم الصابون. قاعدة واحدة، قاعدة واحدة، هي ما تقربش للبشر، على أساس كتقول بأن راني مريض ما خصنيش نقرب من البشر باش ما نأذيهمش، وما تخليش البشر يقرب عندك، كتقنع ناسك بأن نفسك بأنهم راه شي واحد فيهم مريض يقدر يأذيك. هذه القاعدة راها ضرورية ولا بد ما نوعو بها. انا ما غادي نطالبش كيما دائما الحجر الصحي، الحجر الصحي بيرو كان طالب بصوت عالي وكيتحمل امانا اي واحد شاف هذا الفيديو هذا ينشره باش يوصل للمسؤولين والسلطات والحكومة المغربية ومؤسسة محمد السادس والمحسنين في البلاد، كانوا في البلاد ولا كانوا مهاجرين في أوروبا ولا مغاربة العالم، يساهموا بأنشطة جمعوية مهمة اجتماعية، حيث كاينة طبقة هشة كبيرة في المغرب، كاينة طبقة فقيرة انضافت إلى المياومين، الناس اللي كيدبروا نهارهم، ما كاين فين غيدبروه، الحلاقه اللي خدامين في المطاعم، اللي خدامين في المقاهي، اللي خدامين بزاف اللي عندهم الخدمه كيمشيو يتخرجوا كيدبروا 50 درهم، ضافت لهم بزاف. مطلب كان طالب جميع المسؤولين وجميع الغيورين وجميع محبين الاحسان. احنا فواحد الظرفيه صعيبه بزاف، ما ضامنينش واش غنعيشوا ولا ما غنعيشوش، راه بزاف الناس كيموتوا. هذه هي الساعه الخير، هذه الساعة ديال توزيع الموائد، الموائد توزيع المواد الغذائية، الله يسهل عليكم، المواد الغذائية الضرورية، ضرورية للفقراء، باش يمكتو في ديورهم 15 يوم ولا كاع 19 يوم ولا حق، باش غيمكتو إلا ما كانش مواد غذائية ضرورية، من القطاني الحبوبيات، الله يسهل لكم. نداء وامانا اي واحد سمع هذا الاوديو هذا يوصلوا لابعد نقطه، الله يسهل لكم. بغينا بان الفقراء يتوصلوا بمواد غذائيه ضروريه، والضو ما عافاكم هاد الشهر هذا ولا شهرين، المكتب الوطني للماء والكهرباء عافاكم ما يصيفطش، يساعد هاد الناس هادو المعوزين ويساعد المغاربة في المكوت ديالهم، ما يهلكش الكاهن ديالهم بتخلاص. عافاكم، بغينا الماء والضو هاد الشهر هذا ما يتفرقش على المغاربة باش يخلصوا الفاتورات، ما يدوروش بالمغاربة. عافاكم، بغينا المواد الغذائية الضرورية توزع، وهذا نداء لجميع المحسنين المغاربة الشيم الكرماء إلى مؤسسات الاجتماعية، إلى السلطة، إلى الحكومة المغاربة.